الحجام هذا أوان الحكاية فلنستمع للكلام في الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان في البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص قلب الحقيقة نجري وراء الخيال البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص قلب الحقيقة نجري وراء الخيال خلاص ولك شو هارون الرشيد؟ اسمه حجر الرشيد. هارون الرشيد كان خليفة بالعصر العباسي. ايه حجر رشيد، وبهيك تم اكتشاف الكتاب الهيروغليفية، وهيك قدروا يفهموا هالحضارة العظيمة اللي دامت أكثر من 5000 سنة. مهم بدي اياكم هلا تروحوا على مكتبة المدرسة وكل واحد منكم ينقي قصة يقراها أثناء العطلة، وبدي تلخصوا لي القصة على ورقة خارجية، شرط ما يزيد التلخيص عن 20 سطر. مفهوم؟ مفهوم أستاذ. جرب. الآن شو دخلني إذا كان شامبليون ولا أبو أحمد اكتشف الكتاب العظيم؟ يعني ما بهمك تعرف؟ لا حبيبي ما بهمني، هو وأصحاب الحضارة ماتوا شو بعمر، إيه بقى أنا شو جاييني؟ إيه شو هالحكي يا؟ يعني برأيك كيف اكتشفوا أسرار الحضارة الفرعونية؟ اكتشفوا لغتهم بالأول وبعدين؟ طيب نقف محاضرات من الصبح شوية أستاذ وهلأ حضرتك وبعد شوية جدو. راح تروح اليوم ولا بكرة على المكتبة؟ لاني رايح ولاني جاي، بس مو ناقصني غير أقرأ قصص، ما بكفي دروس الجغرافيا والتاريخ. راح روح أنا لكان، بس تذكر إنه راح تغير رأيك مثل كل مرة. ما راح أغير رأيي. شار ضامن بزر شو نحن وين قاعدين بالقهوة؟ يعني إذا كان أمك غابت لك كم يوم بتقيم البيت وتحطه؟ تعال هون، واضح إنه صار لك ساعتين عم تتفرج على التلفزيون، قلي لشوف. أنت كتبت وظائفك كلها بالأول؟ طيب ليش أختك ما عم تتفرج معك؟
وينها؟ بأوضتها؟ مرحبا حبيبتي. أهلين جدو. جدو؟ قليلي نشوف. من إمتى كان فراس يسبقك بالوظائف؟ يسبقني؟ ليش هو مو عامل وظائفه؟ عامل الوظائف اللي عليها علامات بس. ما فهمت. يعني الأستاذ طالب منا وظيفة نعملها بالعطلة وما عليها علامات ولا شيء. طيب وشو هي هي الوظيفة؟ طلب من كل واحد منا يقرأ قصة من المكتبة ويلخصها بعشرين سطر. فراس؟ فراس؟ شو هاد كمان؟ أديسون مخترع الكهرباء. أهلين. صلاح الدين الأيوبي، تشرفنا كل يوم بنقاط. يا حبيبي، مو باقي غير كيس خام. مني على هالعطلة هي. وين كنت يا ولاد؟ عم بوصل سارة على بيتها. يا سلام، انت عم بوصل سارة لبيتها. مين عم يوصل مين؟ لبضاي فارس عم بيوصل بنت الجيران لبيتها. طيب هي شو فيها؟ فيها انه واحد مثله عم يتسلم مع رفقاته وانا. هلا انت يا جدو بدك تشبه حالك لفارس؟ والله يا جدو تعبت من الدرس. شي رياضيات وشي جغرافيا. بعدين هي الوظيفة ما عليها علامات، يعني هاد نشاط شخصي. هيك قال الأستاذ. بقى أنا شو لعذب حالي؟ هلأ حضرتك معتبر قراية القصص عذاب ما له طعمة؟ لا مو بس هيك يا جدو، بس أنا ما بحب أقرأ قصص، مالي مراء، أصلاً مالي خلق، بكفيني دروسي وظائفي. بس يا جدو، القراءة بتفتح مخيلة الإنسان وبتخليه يدخل لعالم غير عالمه اللي عايش فيه. ايه بجوز، بس كمان التلفزيون بيخلينا نشوف قصص وافلام وحتى معلومات ثقافيه. بس يا جدو في شيء اسمه ثقافه، وثقافه التلفزيون ما بتغني عن ثقافه الكتب. طيب والمدرسه شو عم تعمل؟ المدرسه واحده ما بتكفي. ما فهمت. في ناس كتير محهم شهادات طول منهم، بس ما بيفهموا غير باختصاصه، يعني ما بيقروا تاريخ، ما بيقروا أدب عالمي، ما بيقروا عن العلم لوين توصل. إيه طيب شو الغلط بهيك؟ يعني ضروري يكون مخ الواحد كمبيوتر؟ هو كمبيوتر، هذا صحيح، والقراية بتخلي هالكمبيوتر يتطور ويشوف ويتحضر، لأنه يا جده اللي ما بيقرأ بيجي يوم بيحس حاله إنه هو عايش بعصر غير عصره، ولذلك بيصفى شخص على الهامش. فهمت؟ روح جدو نادي لأختك لأحكي لكم حكاية. أوام. مين؟ يلا قوم بشت الحكاية. تعالوا حبيباتي تعالوا عدوا جنبي هون لأحكي لكم أحلى حكاية عن أعظم حضارة عرفها التاريخ. فارس تعال حكيبي، تعال عندي. كنت حتحكي لي حكاية بدوني يا جدو؟ لا يا جدو، معقولة؟ بس لازم نادي لسارة. سارة هلا بتكون نامت. هي أكيد سارة قالت لي إنه حترجع. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالغالية سارة. تعالي لشوف جدو، تعالي شوف جدو. كيفك؟ منيحة مبسوطة؟ بدكم تسمعوا الحكاية هلا؟ ايه. مستعدين؟ ايه. شو سارة احكي لك الحكاية؟ يلا انتبهوا. كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان في فرعون عظيم يحب رعيته وشعبه، والفرعون هاد كان متجوز من وحدة ساحرة اسمها أستامون.
الشمس هي الكائن المقدس، منبع الحياة على الأرض. أما أشعتها المتحللة إلى مجموعة إشعاعات، فلكل منها دوره على مخلوقات الأرض من إنسان ونبات وحتى الجماد. إذن فضوء الشمس هذا مجموعة أشعة أيها الكاهن. هو كما ذكرت ضوء مركب من مجموعة أشعة لا تبدو لنا إلا من خلال الموشور المقدس، بحيث يستفيد الكائن الأرضي من بعضها. ولكن أشعة الشمس هذه تصلنا مجتمعة، وليس هنالك موشور يوزعها على مخلوقات الأرض بتنوعها. هناك معادلة أوجدها الخالق، ليس كل ما ينفع يضر، كما ليس كل ما يضر ينفع. بصورة أوضح، على مخلوقات الأرض أن تتلقى مجمل أشعة الشمس بضوئها المركب، فتمتص منها ما يفيد وتطرح منها ما لا يفيد، ولكن بعض الضرر لابد حاصل. والنتيجة؟ من هنا كان لابد لكل كائن من نهاية في النهاية. ها أنت ترى فراغ الجهل في رأسك يزداد علما ومعرفة مع تزايد الأيام. أتراك معلم فقط أم كاهن الفرعون وطبيبه الخاص يا صفر؟ مولاتي الفرعون؟ نعم، ولكنك لم تجبني على سؤالي. أنا معلم القصر وكاهن المعبد وطبيب الأسرة الفرعونية. إذن هيا يا طبيب الفرعون، والحق مولاك المريض قبل أن يقضي على كرسيه. هيا تعال معي، قلت لك هيا. السلام والمحبة والصحة الدائمة لفرعوننا العظيم. أهلا بك أيها الكاهن الأعظم. مولاي، أين كنت؟ كنت أدرس وأعلم مولاي الفرعون الوريث. لقد غدا شابا، أليس كذلك؟ نعم، وقد ورث ذكاء وحنكة مولاي الفرعون العظيم وكبرياء وعطف والدته. إنها لا شك تلقى الراحة الأبدية في مملكة الأموات يا مولاي. نعم، لا شك بذلك، ولكن يا مولاي ذرني، فلقد أرسلت على عجل. لقد قيل لي إن صحة مولاي الفرعون. دعك من صحتي الآن يا صحفر، هي ولا شك الفرعونة أستمون من دفعتك إلي بهذه الحجة.
أنت تعلم أنها لا تطيق العلم ولا القراءة التي تؤدي إلى المعرفة، وخاصة إن كان من يتلقاها ولدي الوحيد. ولكن ها أنا ذا طوع أمرك أيها الفرعون العظيم. على أي حال، لقد حان الوقت لولدي حميس أن يتعلم إلى جانب الطب والفلك أسرار الحياة، فليخرج من جدران هذا القصر ليحتك بالناس وليخالط البشر على اختلاف طبقاتهم، وبذلك يصبح حاكما عادلا قريبا من رعيته. لكن يا مولاي، اعذرني لتطفلي، ألا يشكل هذا خطرا على حياة الفرعون الصغير؟ لقد تقدمت بك السنون حقا يا سحفر. إذن فقد آن الأوان ليرث الفرعون الصغير سر أجداده. بل سر جده أمنحوته بالأول يا سحفر، وعليك أن تحميه، إنها وصيتي الوحيدة لك إن أصابني مكروه. طبعا أحميه ممن يا مولاي؟ من أي كان، وحتى زوجتي أستامون. فأنت تعلم يا سحفر أنها تطمع بالحب، ولا أكتمك، لقد باتت تصرفاتها غريبة في بعض الأحيان. ولكن هل تعلم مولاتي أستامون بهذا؟ لا يخفى عليها يا سحفر، لا يخفى عليها. اذهب الآن وتعال بحميس مساء. هيا. أمر مولاي. لا بأس يا مينا، لن يطول بك الأمر حتى تلقى راحتك الأبدية إلى جانب زوجتك الوفية. أيها الفرعون العظيم، حميس. أيها الفرعون الصغير، سأتدبر أمرك، ولكن علي الآن أن أهتم بزوجي. إذن فقد خالفت تعاليم الآلهة محاولا سرقة قبور آبائنا وأجدادنا. أنا لست بسارق يا مولاي، بل ضحية. فجهلي بالقراءة والكتابة هو الذي أوقعني بين أيديكم اليوم يا مولاي. وكيف ذلك؟ كان أبي رحمه الله يحدثني طوال أيام حياته بأن جدي أباه ترك له مخطوطة طبية نادرة تحوي الكثير من أسماء أنواع الأعشاب الهامة المستخدمة في علاج أمراض عدة، لك أن تعتبرها بمثابة إرث لنا. وبعد؟ ولكن لم نكن نكترث بإرث أو بمخطوطة كهذه، لا سيما أنها ليست جواهر ولا ذهبا. يا لكم من جهلة. ولكن وبعد أن مرضت زوجتي وساءت حالها، وبعد أن أخبرني الجميع بأن حالتها ميؤوس منها، تذكرت كلام والدي، فقررت أن أستخرج المخطوطة بنفسي. فجئت أبحث عنها لعلها تكون الأمل الوحيد في شفائها وإنقاذها من الموت. ولكنك دخلت مقبرة وادي الملوك، فبما تفسر وجودك هناك؟ إن هذه المخطوطة كانت قد دفنت في قبر مزيف أو في قبر جدي نفسه، لا أدري.
وكيف جرأ جدك على دفن كائن من كان في تلك المقبرة؟ لعمري أنها جريمة يحاسب عليها جدك نفسه. هذا ما حدث يا مولاي، ولا أظنك تحاسبني عليه. يكفيني ما أنا واجهه الآن من ما اسم جدك؟ يدعى مفتاح، ويقال إنه كان أحد كهنة القصر. هذا صحيح يا مولاي. أليس هو مفتاح الكاهن الذي نعرف يا شمس؟ بالتأكيد إنه هو، وقد كان يطالب بتعميم المعرفة مخالفا بذلك تعاليم الفرعون أبيك. أشك أن والدي كان على حق بنفيه خارج البلاد. لم يكن بإمكانه أن يخالف مجمع الكهنة يا مولاي، وكنت بدوري صغيرا لا أملك من السلطة شيئا، ولكنه كما قلت نفي خارج البلاد ومات خارجها، فكيف يمكن أن يكون له قبر في وادي الملوك؟ مولاي، يقال أن والدك قد أعاد جثمانه لوادي الملوك تكريما له واحتراما لكهنوته. وأنت كنت تبحث عن قبر جدك إذن؟ أنا أملك مخطوطات لقبر جدي في وادي الملوك، ولكني لم أتمكن من إيجاده، وقد خيل إلي أنني تعرفت عليه. وبعد؟ ما إن بدأت في إزالة بعض الحجارة حتى قبض علي حراس المقبرة وقادوني إلى السجن، حيث ذقت من أنواع العذاب ما لا يحتمله إنسان قبل أن أصل إلى هنا بين يديكم يا مولاي. الرحمة الرحمة يا مولاي. مولاي، لا رحمة، لا رحمة مع سرقي القبور. ولكنني لم أسرق شيئا، بل ولم أجد المخطوطة التي ستنقذ زوجتي. وأين هو المخطط الذي تعرفت من خلاله على موقع القبر؟ لقد صبروا مني يا مولاي. وهل حفرت حسب هذا المخطط؟ يقصد مولاي، هل طبقت القراءة المكتوبة هنا على ما كتب على أحجار القبر الذي حفرت؟ في الواقع لا. ألم تقرأ التحذير المنقوش أمام كل مدفن أنه ملعون كل من يعتدي على مملكة الأموات؟ أنا يا مولاي كما قلت لك لا أعرف القراءة والكتابة. أيها الجاهل، يبدو أنك حفرت في قبر آخر. هذا دليل على حسن نيتي يا مولاي، فأنا لم أقصد أن أعتدي على مملكة الأموات، بل لم أقصد السرقة أصلا. الرحمة الرحمة يا مولاي من أجل زوجتي المريضة. ليس أمامه إلا الحق. أو بئر الأموات يلقى فيها، أو تجرع السم حتى الموت. الرحمة الرحمة يا مولاي، فجهلي يعفيني من العقاب أو يخففه على أقل تقدير. رحمك يا مولاي رحمك. اصمت، فهذا ليس بعذر. اعتداؤك على مرقد الأموات لا يعفيك من العقوبة، وجهلك القراءة يخفف عنك كامل العقوبة، ولكن لابد من معاقبتك بما يفيدك ويفيد حتى عامة الناس. ولكن يجب يا مولاي أن إكراما لجدك من افتاح ولما نراه من صالح رعيتنا، فقد حكمنا على المتهم بالحبس 12 هلالا متعاقبة يتعلم خلالها القراءة والكتابة. خذوه. ولكن زوجتي يا مولاي. فلتعرض على طبيب القصر منذ الآن. هيا. مولاي، إن المتهم من عامة الشعب، والقراءة محظورة إلا على ولكن هذا الحكم
الزمن يمضي وآتون الشمس يشرق ويغيب وأنت على صمتك يا شمس. مولاتي قلت لك مرارا إنني أفكر. تفكر؟ وهل يحتاج الأمر لكل هذه الأزمنة المتعاقبة من التفكير لتعطيني رأيك؟ إزاحة الفرعون زوجك والقضاء على وريثه الصغير أمر ليس بالسهولة التي تفرضين يا مولاتي. أن تكون زوجي زوج الفرعونة أستمر أمر تسهل أمامه أعظم الصعاب. حتى بالقتل؟ القتل؟ لنقل الإسراع بالموت. فكما تعلم الفرعون في أواخر أيامه والإسراع في نهايته لا يعتبر قتلا بمعنى الكلمة. مولاتي أخفض صوتك أرجوك. وماذا عن الفرعون الصغير المتفتح للحياة؟ ننظر في أمره بعد رحيل أبيه. أكل هذا في سبيل الطمع في الحكم وحب السيطرة؟ بل في سبيل الحفاظ على المملكة من الدمار والخراب. ويهمك أمر المملكة حقا؟ عندما تعمم المعرفة على عامة الشعب ويكتشفون أسرار الطبقة الحاكمة، عندها تذوب الطبقات بين العامة والحكام، وعندها ينتهي كل شيء وأولهم أنت. في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشرة. الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشرة. مستمعي فكر وتصور وتمتع حينا وتنور. مستمعي فكر وتصور وتمتع حينا وتنور. وإذا كنت ذكي الفطرة ابحث بالحال عن العبرة. Yeah, yeah, yeah.